سادة الزملاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في شابتر 3، الشابتر الثالث من كتاب البيمبو جايد الخاص بدور مدير المشروع. الشابتر ده من الشابترز الجديدة اللي ما كانتش موجودة في الإصدار اللي قبل كده، كان موجود مكانه زي ما قلنا قبل كده مجموعة العمليات الخاصة بالكتاب، وكانت هي شابتر 3، وبعد كده اتنقلت لنهاية الكتاب وبقى مكانها الشابتر ده الخاص بدور مدير المشروع، The Role of the Project Manager. الشابتر ده بيتكلم على أربع حاجات رئيسية: الحاجة الأولى اللي هي تعريف مدير المشروع، الحاجة الثانية اللي هي دائرة التأثير الخاصة بمدير المشروع، النقطة الثالثة اللي هي الكومبتنسز أو الكفاءات المفروض تكون موجودة في مدير المشروع، والنقطة الرابعة اللي هي دور مدير المشروع الرئيسي في عملية الانتجريشن أو تكامل الأجزاء لكل واحد، إن هو بتتجمع عنده المعلومات من كل الأماكن وبيقدر إن هو يعمل انتجريشن أو تكامل للمعلومات الصغيرة دي بحيث انه يوصل للصورة الكبيرة اللي بناء عليها ياخد قرارات على المشروع. هيبدأ الاول الكتاب بموضوع الاوفر فيو بحيث ان هو يدخل بس بسلاسة كده يدي تعريفات على دور مدير المشروع. في البداية الجزء الاولاني قاعد يقول ان في يعني في المدراء المشاريع تتنوع ادوارهم على حسب المؤسسة، ممكن واحد من مدراء المشاريع يجي في بداية المشروع، ممكن واحد يكون موجود قبل ما المشروع يبدأ، ممكن كان موجود من البورتفوليو نفسها، ممكن كان موجود في الشركة أو في المؤسسة نفسها من قبل كده. فقال إن ميني بروجكت مانجرز ممكن هم يكونوا موجودين من الانيشيشن لغاية الكلوزينج، وفي بعض المؤسسات ممكن يكونوا انفولفد قبل مرحلة الانيشيشن، وذكر أمثلة زي البيزنس اناليسز والبيزنس كيس والبورتفوليو مانجمنت وهكذا. وفي النهاية قال ان احنا نقدر نقول البروجكت مانجر رول، الدور بتاع مدير المشروع ده ممكن ان هو تو بي تيلرد، ممكن ان هو يتفصل على حسب مدير المشروع موجود في المؤسسة من امتى، وده طبعا تبعا لرغبة مثلا المؤسسة نفسها كبورتفوليو مانجر او السبونسر، هو عايز مدير المشروع يكون موجود من انهي وقت، من قبل الانيشيشن ممكن يبقى موجود وحاضر الدراسات الخاصة بالمشروع من فيزابيليتي ستادي وغيره كبورتفوليو مانجمنت باعتبار ان هو يكون انفولفد، وممكن لا ان هو من اول الانيشيشن للمشروع بس. كل ده على حسب المؤسسة هتعمل ايه مع مدير المشروع. ودايما باستمرار بنأكد ان الكتاب لما بيتكلم على المؤسسة المالكة للمشروع، يعني دايما لما بنتكلم بنقول مدير المشروع من قبل المالك. بعد كده بدأ يتكلم على مجموعة من العناوين. العنوان الأول هو Membership and Roles، هنا بيتكلم على موضوع تشبيه لمدير المشروع بالأوركسترا اللي هم بيعزفوا مثلا موسيقى في حفلة موسيقية، وبيقول إن ده الراجل اللي بيحرك الناس اللي ماسكين الآلات الموسيقية المختلفة، الراجل ده ممكن يكون ما يعرفش مثلا في الآلات دي كلها لكن هو في النهاية هو اللي بيدير الناس دي كلها، وبيعكس الموضوع ده على مدير المشروع وبيقول ان في قائد اللي هو مدير المشروع وفي تيم ان هي الناس اللي بيقودها مدير المشروع، ولازم ان يكون في يعني تآلف في الادوار ما بينهم، ده بيجمع مثلا كلمتهم على حاجة واحدة، والتيم نفسه بيبدأ ان هو يعمل fulfillment للrequirement او ان هو يبدأ ان هو يؤدي الدور المطلوب منه بشكل المظبوط، سواء كانت الادوار دي خاصة بادوار البروجكت مانجمنت او ادوار التكنيكال، وجاب الامثلة زي مثلا الديزاين والمانيفاكتشرينج والفاسيليتي مانجمنت. وبدأ يتكلم في النقطة الثانية على responsibility for team، انا كمدير مشروع علي مسؤولية ان انا التيم بتاعي اقدر ان انا اقول لهم المفروض تعملوا ايه، وابدأ ان انا احفزهم عشان يعملوا وراقبهم بيعملوا الكلام ده ولا لا، وبعد كده ابدأ ان انا اكمل في نفس السايكل بنفس اللوب دي. لكن ما ينفعش انا كمدير مشروع اقول اصل التيم ما بيعملش اللي انا عايزه. طيب التيم ما بيعملش، غيرته، حفزته، دربت التيم، افراد الفريق بحيث ان هو لو مش عارف يعمل حاجة معينة، في النهاية المسؤولية على مدير المشروع لان هو اللي معاه الصلاحيات انه يتحرك وان هو يدرب الفريق او ان هو يحفز الفريق او انه يقيمه او يراقبه، كل ده مع مدير المشروع، وبالتالي responsibility معه responsibility to team. فهنا قال both responsible، يقصد ببوث اللي هم الحالتين اللي بيقارن ما بينهم الاوركسترا والبروجكت مانجر،
responsible for what their team produce، مسؤولين عن اللي بينتجوا التيم، لان هم اللي معاهم القياده، فهم اللي حركوا وهم اللي عملوا التناغم ما بين افراد الفريق، وبالتالي هم مسؤولين. هل فعلا عملوا التناغم ده؟ هل فعلا اثروا على الفريق بحيث ان هم يفهموا المطلوب منه بشكل مظبوط، وبعد كده يحفزوه ويدربوه عشان يدي الكلام ده ولا لا؟ النقطة الثالثة اللي هي knowledge and skills، بدأ يتكلم على knowledge نفسها، وقال في الأول الكوندكتور اللي هو بتاع الأوركسترا is not expected إن هو يكون بيلعب كل الأدوار أو بيلعب كل الآلات الموسيقية. نفس الشيء بالنسبة لمدير المشروع، لو اتكلمنا على مدير المشروع ممكن ما يبقاش فاهم في كل العلوم التكنيكال بشكل ديبلي قوي زي اللي بينفذه مثلا زي الناس التكنيكال أو الناس بتوع البروجيكت كنترول أو البروجيكت management, planning, scheduling, the cost, the contract. ممكن هو ما يكونش فاهم في الكونتراكت مثلا contract management بشكل كبير زي الكونتراكت سبيشاليست. contract specialist هيبقى تخصصه، فبالتالي هو فاهم بشكل اعمق، لكن مطلوب من مدير المشروع يكون عارف ان الاساسيات الخاصه بالcontract management، وفي نفس الوقت يكون قادر انه يعرف الراجل اللي قدامه ده المفروض يديني ايه. انت ماشي contract specialist، المفروض ايه التولز او ايه الاوتبوت اللي المفروض تدهولي وعطتهولي ولا لا، عشان اقدر ان انا فعلا اقيمك وحاسبك واشوف انت بتأدي الدور اللي مطلوب اللي انا عايزه ولا لا. وبدأ يتكلم من البروجكت مانجر expected to perform every role, not expected to perform every role on the project but possess knowledge، بيمتلك النوليدج وبيفهم وبيكون عنده الاكسبيرينس، بيكون عنده الفهم والاكسبيرينس، يعني مش هيفهم في كل التخصصات اللي هو بيديرها بشكل عميق، لكن على الأقل هيكون عارف كل واحد منهم المفروض انه يطلع ايه. وقال ان البروجكت مانجر بيدينا الليدرشيب والبلاننج والكوردينيشن ثرو كوميونيكيشن، وده الاساس بالنسبه للبروجكت مانجر، ان هو بيحاول يعمل كوميونيكيشن وبيحاول ان هو يوصل الناس بعضها، بيعمل بلاننج على مستوى المشروع، وبيبدا انه يقود الفريق بتاعه لتحقيق الهدف اللي عنده، ويراقبهم هل بيحققوا فعلا الهدف ده ولا لا، ويبدا انه يعمل عمليه التواصل. فدي من الأدوار طبعا الرئيسية لمدير المشروع. ولما اتكلم على الكوميونيكيشن ذكر نوعين، قال الريتن كوميونيكيشن، الريتن كوميونيكيشن زي التقارير مثلا اللي بتتبعت، السكيدجولز، البلانز، كل أي دوكيمنت بتتبعت دي تعتبر عملية كوميونيكيشن، إن أنا عندي معلومة معينة برسلها للناس، يبقى دي صورة من صور الكوميونيكيشن. أو الكوميونيكيت إن ريل تايم اللي هو الكوميونيكيشن العادية، سواء التواصل بقى الفيربال أو النون فيربال. وبدأ يقول إن السكشن ده is not intended to cover the entire spectrum of information available. دايما يعني بقى الوضع الجديد في البين بوك دايما باستمرار إن هو بيحاول يقول إن أنا مش اللي هلم كل حاجة، أنا بحاول إن أنا أجمع عشان ما حدش يجي بعد كده ينتقد ويقول أصل أنت نسيت دي، أصل أنت مقصر في دي. أنا بحاول أجمع على قد ما أقدر، لأن في النهاية الكتاب مثلا مش متخصص في الكوميونيكيشن فقط، ومش متخصص في البلانينج فقط، ومش متخصص في الكوست فقط، لا ده هو بيحاول انه يجمع معظم البيست براكتسز الخاصة بالبروجكت مانجمنت. انتقل بعد كده للسكشن الثاني اللي هو يعتبر اول نقطة بالنسبة لنا في الشابتر من العلوم الخاصة ب The Role of the Project Manager، Definition of a Project Manager. وعشان يعرف مين هو مدير المشروع يعني بدأ بأن هو يحاول أنه يشوف إيه الضد بتاع مدير المشروع، مين هم الآخرين غير مدير المشروع، لتوضيح المعنى، لأن التضاد زي ما أكيد كلنا عارفين بيوضح المعنى بشكل كبير. لما أنا بعرف الشيء بضده يبقى أنا بفهم الناس مدير المشروع إيه ومش إيه، مدير المشروع اللي هو بيعمل كذا لكن مش الفانكشنال مانجر اللي هو بيعمل أدوار تانية. هنلاحظ في نهاية القطعة ديت أو الباراجراف ده هو قايل إن البروجكت مانجر lead the team، بيقود الفريق، that's responsible for achieving the project objectives اللي هو مسؤول عن تحقيق أهداف المشروع. المشروع فيه أهداف والتيم المفروض إنه يحقق الأهداف دي، والبروجكت مانجر هو الراجل اللي بيقود الناس دي عشان يحقق الأهداف. طيب التعريف ده مفهوم بس هيتفهم أكتر لما أقول إن هو غير الفانكشنال مانجر اللي ممكن يكون رئيس قسم معين،
معين، مثلا رئيس قسم الهندسه الانشائيه اللي خاصه في الشركه مثلا، او رئيس قسم الحسابات، او يعني واحد ماسك بزنس يونت معينه. وبرضه غير الاوبريشنال مانجر او الاوبريشنز مانجر اللي هو مدير العمليات او مدير التشغيل، اللي ممكن يكون خاص بعمليات التشغيل ما بعد المشروع، اللي هي تشغيل البرودكت نفسه. يعني لو المشروع ده عباره عن ان انا بعمل مصنع، عملية تشغيل المصنع بعد ما المصنع خلص دي عملية operation، سواء بقى كان مصنع، كان مدرسة بشغلها، مستشفى، فندق، ايا كان المشروع ده عبارة عن ايه. فهنا كان بس بيحاول انه يعرف ان البروجكت مانجر ده غير الفانكشنال مانجر وغير الاوبريشنز مانجر. انتقل بعد كده لدوائر التأثير او البروجكت مانجرز سفير اوف انفلونس، دوائر التأثير. وفي دوائر التأثير بدأ يتكلم أول حاجة عن دائرة البروجكت، ودي الدائرة المتوقعة أن هو يبدأ بيها لأن هي الدائرة الرئيسية بالنسبة للبروجكت مانجمنت. الدائرة دي عبارة عن المشروع، هو المشروع في مين؟ في مدير المشروع، بس في ناس تحتيه وفي ناس فوقيه. الناس اللي تحتيه اللي هم أفراد الفريق، والناس اللي فوقيه سبونسر وستيك هولدرز وفانكشنال مانجر والناس دي. طيب يبقى هو حلقة الوصل ما بين الناس دي. ففي الدايرة بتاعت البروجكت هيبقى الهدف دايما ان انا بوصل الناس دي ببعضها، بعرف الاسبونسر وجهة نظره ايه وعايز يعمل ايه، وببدأ ان انا اقود الفريق عشان ينفذ الكلام ده. فهنا هنلاقيه بيقول lead the project team to meet project objectives، بقود الفريق عشان يحقق الاهداف بتاعت البروجكت بتاعت المشروع وتوقعات الستيك هولدرز. وبالانس الكومبيتنج كونسترينز، الكونسترين اللي هو القيد، الكونسترينز اللي هي القيود. كومبيتنج مش معناها متنافسه، معناها ان هي صعب الجمع ما بينها، بحيث ان معظم القيود ماشية في اتجاه متضارب مش ماشيين مع بعض. زي مثلا القيود زي ايه؟ زي التايم والكوست، ان انا عايز اخلص المشروع في التايم بتاعه، ده واحد من الكونسترينز. طيب عايز اخلصه within البادجت، في البادجت بتاعته، ده واحد من الكونسترينز. بس عشان اخلصه بسرعة هدفع كتير، وعشان ادفع قليل هخلصه متأخر. فعشان كده الاتنين يكاد يكونوا متعاكسين او مش ماشيين مع بعض، التايم والكوست. فازاي بقى ان الاتنين الكومبيتنج دول اللي هم يبدو ان هم متعاكسين، ازاي ان انا اعمل بالانس ما بينهم، ما ادفعش فلوس كتير قوي بحيث ان هي تبقى اوفر ران او اوفر بادجت، وما احطش فلوس قليله بحيث ان هي تاخر لي زمن المشروع. ازاي ان انا اعمل بالانس ما بين الاثنين دول عشان اقدر اوصل لافضل ميكس او افضل خليط ما بين الاثنين. نفس الحكايه ممكن نقول ان الكونسترينز برضو من ضمنها الكواليتي، ازاي ان انا اوازن ما بين الجوده والتكاليف. فدي كلها كونسترينز المفروض ان مدير المشروع يكون فاهم ازاي يوازن ما بين الكلام ده، ما يجيش في حاجه على حساب حاجه، مع الريسورسز الافيلابل، لان برضو الافيلابيلتي للريسورسز ممكن ما تبقاش كبيره، ودي واحده برضو من القيود اللي ممكن تبقى عنده، ان هو ما عندوش ريسورسز كافيه. وبالتالي من خلال الريسورسز اللي عنده، الريسورسز اللي هي ممكن تكون افراد الفريق، ممكن تكون الناس اللي بينفذ بيها، ممكن تكون عماله، ممكن تكون معدات، ممكن تكون ماتيريال. الريسورسز انواعها كتير زي ما الكل عارف. وقال في النقطة الثانية البروجكت مانجر بيعمل الكوميونيكيشن، الكوميونيكيشن ما بين السبونسر والتيم ممبرز، بيفهم السبونسر عايز نمشي ازاي، المشروع اهدافه ايه، وبيوجه التيم ممبرز في الاتجاه ده، وبيعمل لهم دايركشن او توجيه، وبيستخدم المهارات بتاعته to balance conflicting goals، الأهداف المتعارضة للستيكهولدرز، لأن الستيكهولدرز في الغالب بيبقى مش كلهم عندهم نفس الأهداف، في واحد عنده هدف معين واحد عنده هدف تاني. لو خدنا مثال مثلا زي بنعمل مثلا مدرسة، وواحد من الفانكشنال مانجرز عايز ان يكون في مثلا معمل كبير قوي، وواحد تاني من الستيكهولدرز ده اللي مثلا بيبقى مختص بيه موضوع مثلا تجهيز المعامل والكلام ده، شايف ان هيبقى في معمل كبير يبقى في مسؤولية عليا، لا بلاش احنا عايزين المعمل ده يبقى صغير. فشيء طبيعي ان دايما بيبقى في تعارض في الاهداف بتاعة الستيك هولدرز نفسهم، فلازم ان هو بيبدأ انه يعمل بالانس للكلام ده عشان تو اتشيف الكونسنسس اللي هو الاجماع، عشان يوصل لحاجة فيها اجماع على الموضوع نفسه.
برضو نقطة الإجماع دي نقطة من النقط المهمة لو نتكلم فيها، إن حتة إن أنا أوصل ل 100% أجريمنت دي ما بتبقاش حاجة سهلة، فعشان كده ممكن إن أنا ألجأ لموضوع الفوتينج، التصويت مثلا. فعملية التصويت ممكن لو أنا عندي مثلا عامل مثلا التصويت ده ل7 أفراد، وخمسة منهم قالوا إحنا عايزين اتجاه معين، والاتنين دول قالوا لأ، الطبيعي إن أنا هقول طب خلاص الاتنين دول قالوا لأ، أنتوا أقلية معلش إحنا هنمشي في اتجاه دول. طيب خلصت على كده؟ اه خلصت، لان احنا خمسة مجمعين واتنين قالوا لا، فبالتالي خلاص ما لهمش حق بقى ان هم يعترضوا. طيب هنكمل المشروع؟ نكمل، اه مفيش مشكلة بقى خلاص، ما هم اكيد هيلتزموا برأي الاغلبية. لا، في الغالب مش ده اللي بيحصل. اللي بيحصل ايه؟ ان هم بيفضلوا من جواهم غير مقتنعين بالكلام ده، بالرغم ان هو كان اغلبية وكل حاجة، بس مش مقتنع. انا كان رأيي الرأي الفلاني، احنا اتنين اه معرفناش نبين رأينا بشكل كويس، لكن حاسين ان الرأي اللي انتوا عايزينه ده رأي مش مظبوط. فهيفضلوا الاتنين دول طبقا للرأي بتاعهم ده، متوقع ان هم يفضلوا معارضين وحاسين ان هم مثلا ايه مش عايزين يمشوا المواضيع في الاتجاه بتاع رأي الخمسة الاولانيين اللي قالوا نمشي في اتجاه معين، فممكن ان هم يعيقوهم، يعرقلوهم، ما يساعدوهمش، ما يدفعوش معاهم الشغل. فعشان كده مهم قوي في الفوتينج ان انا احاول اوصل ل 100%، حتى لو ما قدرتش ان هم خمسة واتنين، احاول ان انا ادي للاتنين التانيين دول مبررات واناقش الموضوع معاهم زيادة شوية. طيب انتوا ليه كنتوا عايزين الاتجاه ده؟ بالرغم ان احنا اغلبية يعني خلاص المفروض ما ناقش، المفروض خلاص باينة، لكن لا انا برضو ايه بحاول ان انا انزل معاكم كده للموضوع واشوف طب انتوا ليه ما كنتوا معارضين، واحاول واحدة واحدة كده ان انا ايه اقنعهم. كون ان هم اساسا عارفين ان هم بقوا اقلية مثلا، وشايفين ان هم اتنين، وان الرأي الغالب كان مع الخمسة دول، هيبقوا ميالين ان حد ياخد بايديهم ويقنعهم، او ان هم يوجههم عشان ما يبقاش فيها احراج، ويبقى طلع ان هو مثلا يقولوا ايه اه احنا اقتنعنا فعلا بالرأي ده، ويبان ان هم مقتنعين. لو انا قدرت اوصلهم للفكر ده، ان انا اناقش معاهم الموضوع وابدأ ان انا يعني احاول اقنعهم ولو اقتنعوا بشكل بسيط، وبدأوا ان هم يبقوا معانا، هيكونوا اكتف في النقطة دي، وهيبدأوا ان هم يعني مش هيعرقلوا، لان هم خلاص انضموا ل 100%، انضموا للاجماع في النهاية بعد النقاش اللي ممكن يكون بسيط، بس اعطيتهم بس المسار ان هم يقدروا يتكلموا ويعبروا عن رأيهم. هيبدأوا ان هم يعني يحسوا ان اه الرأي كلنا اجمعنا، مش بس ايه الخمسة دول واحنا كنا معارضين، لا لما تناقشنا بدأنا نقتنع فعلا برأيكم وخلاص واحنا معاكم. فمهم ان انا اكون كاسب او اكسب الناس اللي هم يبدو ان هم اقلية، ما اقهرهمش وما اقول لهمش لا خلاص انتوا اقلية واحنا خلاص واحنا صوتنا وملكوش دعوة. لا، ضروري جدا ان انا دول اهم من الخمسة، دول اهم ان انا اكسبهم كمان، لان رأيهم كان في اتجاه تاني، وانا محتاج ان انا اخدهم معايا في نفس الرأي عشان اهداف المشروع تمشي بشكل كويس، وهم ما يعملوش اعاقة لاهداف المشروع في وقت لاحق بعد كده. وفي نهاية الجزء ده بدأ يتكلم على ان الريسيرش بينت ان 2% من البروجكت مانجرز بيعملوا ايه demonstrating superior relationship communication skills displaying positive attitude، ودي من الحاجات الرئيسية موضوع الكوميونيكيشن. مدير المشروع شغلته الرئيسية موضوع الكوميونيكيشن والانتجريشن. كوميونيكيشن يعني شيء طبيعي ان مدير المشروع بيقضي حياته كلها في الكوميونيكيشن، عمال ان هو ياخد معلومات ويوصل المعلومات ويجهز الناس من خلال المعلومات ويتكلم مع الناس ويعمل ميتينجز ويعمل اجتماعات ويعمل برزنتيشن ودوكيومنتس رايحة ودوكيومنتس جاية، فشيء طبيعي ان هو مقضي حياته في الكوميونيكيشن. displaying a positive attitude باعتبار ان هو بيحاول دايما يحفز الناس، فعشان يحفزهم لازم ما يبصش بنظرة سلبية للمشروع، لازم باستمرار يبقى عنده نظرة ايجابية ان اي مشاكل بتقابلنا ما تقلقوش هتتحل، زي ما غيرها هتحل دي هتتحل، لازم يبقى فيه النظرة الايجابية، لان الباقيين بيبصوا بنظرته، لو الباقيين شافوا نظرته سلبية خلاص هم هيبقوا سلبيين ومش هيعملوا اي جهود، هيقولوا طب هنعمل جهود ليه؟ اذا كان اساسا مدير المشروع نفسه يائس من الموضوع وعنده اعتقاد ان المواضيع مش هتمشي، لكن لما يشوف ان هو عنده تفاؤل لا ان المشكلة دي هنعديها وهنعرف نتغلب عليها، فشيء طبيعي ان هم يتحفزوا معاه.
واتكلم على الـ ability to communicate مع الـ stakeholders وغيرهم apply across multiple aspects، وبدأ ان يتكلم على ايه هي الـ aspects دي او النواحي دي اللي هيتطبق من خلالها الـ ability to communicate. واتكلم اول عنصر اللي هو finely tuned skills، الـ skills بتاعت الـ fine tuning او ضبط التوليف، او ان انا اعمل الـ tuning اللي هو زي مثلا الراديو لما باجي اظبط المحطة بتاعته وبلاقيها ملغوشة وببدأ ان انا اظبطها لغايه ما تبقى very fine، لغايه ما تبقى الصوت واضح بشكل كويس. فعمليه الفاين تيونينج سكيلز ان انا اظبط الحاجه بالشكل الكويس. وذكر الامثله الفيربال والريتن والنون فيربال. الفيربال وانا بتكلم مع الناس، الريتن من خلال كتاباتي، النون فيربال ممكن من خلال الصوت لما باجي ان انا اتكلم بصوت معين وبحاول ان انا احس الفريق ولازم نعمل كذا ولازم نتحرك ومش عارف ايه وضروري وهنحل المشكله وما تقلقوش. نبضرة الصوت نفسها دي تعتبر حاجة نون فيربال، غير لما اكون بتكلم بتراخي وبقول مثلا ايه يعني نحاول واكيد هنحل المشكلة ومش عارف ايه وكده. فتلاقي نبرة الصوت نفسها اثرت. نبرة الصوت مهمة جدا، نبرة الصوت دي واحدة من العناصر النون فيربال، فعشان كده هو كتبها هنا الفيربال والريتن والنون فيربال. creating maintaining the communication plan زي ما قلنا مهم جدا موضوع الكوميونيكيشن، وهيجي في وقت الشابتر بتاع الكوميونيكيشن نتكلم فيه بشكل اكثر تفصيلا. communicating predictably ان هو بيبقى دايما بيحاول يتوقع واستباقي. وconsistently باتساق understand the stakeholder communication needs، الستيكهولدرز دول عايزين ايه من الاحتياجات. النقطه دي مهمه لان كتير من الناس بينزعج لما يلاقي ان في ستيك هولدر وعايز كوميونيكيشن نيد، عنده كوميونيكيشن نيد، عنده احتياج للكوميونيكيشن. زي ايه؟ عايز مثلا ريبورت معين ببعتوا لي نسخه منه، طيب خلاص هنبعت لك نسخه منه، لكن ما تحسش بقى ان الموضوع ده موضوع مزعج بالنسبه لك، انا ليه هبعت له وليه مش عارف ايه، طيب خلاص ما تبعتلوش. بس الستيك هولدر ده هيزعجك بعد كده، هيجي في يوم من الايام ويقول لا بص معلش احنا هنعمل التشينج ده وبالرغم ان انت بنيت وعملت بس هنعمل تشينج. ليه؟ لان انت ما بعتليش، انت ما قلتليش ان انت ماشي في الاتجاه ده، كنت اديني خبر. فعشان كده موضوع الكوميونيكيشن مهم، ما زعلش ابدا ان انا ببعت تقارير لاكتر من جهه او اكتر من ستيك هولدر او اكتر من واحد من المعنيين طبقا لكوميونيكيشن بلان واضحه عشان الناس كلها تبقى اوير. كل ما الناس تبقى على علم او اوير ده معناه ان هقلل المشاكل اللي جايه بعد كده، هقلل مشاكل التغيير. الناس تقول لا معلش عايزين نغير، لا مفيش تغير، ما انتوا كنتوا اوير، انا بعت لكم كل المعلومات، انتوا كن عندكم كل المعلومات شهر بشهر مثلا او اسبوعين التقارير بتجيلكم، فخلاص ما حدش يجي يقول لي ان انا ما كنتش اعرف، لا التقارير كانت جات لكم. فمهم ان انا اكون عارف النيدز بتاعه الستيك هولدر من خلال او في الكوميونيكيشن، في موضوع التواصل، عايزين تواصل شكله ايه. التواصل زي ما بنقول مش كله فيربال، مش كله كلام، لا في تواصل ريتن اللي هو مثلا تقارير، برزنتيشن، الحاجات الدوكيومنتس اللي بتتبعت، كل دي تعتبر وسائل كوميونيكيشن. واتكلم على ميك كوميونيكيشن كونسايز، بحاول ان انا اخلي الكوميونيكيشن بتاعتي تكون كونسايز يعني دقيقه، لان الكوميونيكيشن عشان يبقى فعال لازم اللي قدامي يفهم. ما ينفعش ان انا ارمي كلمه خلاص واقول له ايه ده انت ازاي ما فهمتهاش، لا لازم تبقى تفهم بسرعه بقى بعد كده، لا لازم تبقى مصحصح معانا ومش عارف ايه الفهلوه والكلام ده، لا لازم ان احنا نلغي الكلام ده. موضوع الفهلوة وان انا ارمي كلمة والتاني يفهمها ومش عارف ايه واحتمال يكون فهمها لا لازم يكون في تأكد من مدير المشروع ان الكوميونيكيشن كلير، الكوميونيكيشن وصلت، المعلومة انا قلتها واتفهمت على الوجه الصحيح مش على وجه خطأ، يعني مش مجرد بس سمعوها وفهموها، لا فهموها على الوجه الصحيح الذي لا يحتمل الخطأ. يعني ممكن تكون معلومة بتتفهم بطريقتين، أكون واخد بالي برضو من النقاط دي، لأن ضروري جدا عشان الناس تنفذ اللي أنا عايزه وخطتي في إدارة المشروع تنجح إن الناس تكون فاهمة أنا عايز أعمل إيه أو عايز منهم يعملوا إيه. فما ينفعش إن الموضوع يبقى الكوميونيكيشن فيه ضعيفة، إن أنا بقول معلومة مش كاملة ومعتمد بقى على ذكاء الآخرين إن هم هيفهموها واحتمال يفهموها واحتمال ما يفهموهاش، لا الكلام ده مش صح.
فعشان كده لازم الكوميونيكيشن تكون كونسايز وكلير، واضحه، كومبليت، كامله، سيمبل، ريليفنت، متعلقه بالموضوع، وتيلر. تيلر بمعنى ان المعلومه ممكن تتقال للفريق غير لما تتقال لسبونسر. سال سبونسر وقته ضيق، اكيد هتقال بشكل تيلرد اكتر، ان هو يكون سمرايزد، يكون ملخص للفريق. لا، انا عايزهم يكونوا عارفين كل حاجه. ليه؟ لانه هينزل يباشر الاعمال في الجوب نفسها، سواء بقى في الموقع، في كمبيوتر مثلا، في الديفلوبمنت، في حاجه معينه، ففي المجال بتاعه هينزل يباشر الشغل بنفسه. فعشان كده لازم يكون فاهم بشكل اكثر تفصيلا. بعدها including important news، الأخبار المهمة، والفيدباك channels، لازم ان هو يسمع المدير المشروع، ما يبقاش بس ان هو بيتحرك في اتجاه واحد بس، لا، لازم كمان يبقى فيه feedback. development of network of people، لازم يكون فيه شبكات للناس بحيث ان هو يسهل عملية التواصل. دي كانت السيركل او السفير الاولى، الدائرة الاولى او النطاق الاول يعني للمدير المشروع، بالنسبه للتاثير مدير المشروع او الانفلونس بتاع مدير المشروع. السفير الثانيه هي الخاصه بالاورجنايزيشن. اتكلمنا على البروجكت، نتكلم على الاورجنايزيشن. لما نتكلم على الاورجنايزيشن يبقى طلعنا لليفل اعلى شويه، اللي هو ليفل الاورجنايزيشن اللي فيها سبونسر، واللي فيها فانكشنال مانجر، وفيها ناس، وفيها مديرين. يبقى انا محتاج ان انا اتكلم بقى على الليفل ده. فبيقول ان البروجكت مانجر بيتفاعل مع البروجكت مانجرز الاخرين لمشاريع تانية. طيب في مشاريع تانية شغالة، يبقى ممكن كده يحصل تعارضات، لان احنا في شركة واحدة، احنا الاتنين هنتخانق على المعدة دي، او هنتخانق على الشخص الفرد ده اللي هو الريسورس ده. فبالتالي الريسورسز لازم ان يبقى فيه تنسيق ما بينها وما بين مدراء المشاريع بينهم وبعض. فبيقول ان هنا الـ other projects may impact project، ممكن ان هم يأثروا على المشروع بتاعي، مشروع تاني في الشركة يأثر على المشروع بتاعي. due to a demand on the same resources، ده اللي كنا بنقوله، معدة معينة او شخص معين احنا الاتنين عايزينه كمشاريع، وفي احتياج ليه هنا وهنا. priorities of funding، انا محتاج تمويل والشركة او المؤسسة مش بتديني التمويل للمشروع بتاعي، نظرا لان البريورتي او الاولوية بتاعت المشروع بتاعي قليلة وفي مشاريع تانية اهم. الديليفرابلز اللي هي المخرجات، الالاينمنت اوف بروجكت جولز اند اوبجكتيفز مع الاورجنايزيشن، لازم اتكلمنا عنها قبل كده، موضوع المحاذاه. طالما انا بتكلم في دايره الاورجنايزيشن يبقى انا بطلع بروجكت تابع للاورجنايزيشن هيخدم على اهداف الاورجنايزيشن، وبالتالي لازم البروجكت ده يكون محاذي لاهداف الاورجنايزيشن. وبدأ ان هو يقول عن مدير المشروع works with the sponsor to address internal political and strategic issues، وان كانت مش ممكن ان هي تكون معتادة او مش معتادة على حسب شكل الorganization عامل ازاي. هل مدير المشروع بيدخل في الجزء الاستراتيجيك او الجزء البوليتيكال، ولا بحدوده لغاية البروجرام مانجر، والبروجرام مانجر هو مثلا اللي بيتعامل في حاجة زي كده، او البورتفوليو مانجر. وزي ما قلنا ان الدور بتاع مدير المشروع بيفصل، فهو بيحاول انه ياخد ايه معظم الكيسز. فممكن نقول ان في بعض الكيسز بيكون مدير المشروع قريب من السبونسر اللي هو الممول نفسه، وبيتكلم معاه عن المشاكل سواء البوليتيكال او الاستراتيجي. وقال ان مدير المشروع may work toward increasing the project management competency، باعتبار ان مثلا مدير المشروع ده بقى مؤهل وبقى PMP certified، فعايز ان هو ينشر الفكر بتاع البروجكت مانجمنت في الاورجنايزيشن بتاعته، ك يعني تفعيل للدور الجيد لاداره المشروعات. وان كان الدور ده يعني ممكن ان هو يكون اقرب للبي ام او او البروجكت مانجمنت اوفيس، ممكن ان هو يكون بيحرص اكتر على موضوع ان يبقى فيه بروسيسز، نظرا لان هو بيليد في الاورجنايزيشن بالكامل، فشايف كل المشاريع. بس هو هنا بيتكلم على البروجكت مانجر البي ام بي سيرتيفايد عموما، سواء كان هو البروجكت مانجر او غيره، بس حطها في سياق البروجكت مانجر باعتبار ان هو يكون انسان اكتيف، عارف مثلا معلومات عن البروجكت مانجمنت، فليه ما انشرهاش في الشركه لو كانت مش موجوده في الشركه على سبيل المثال زي البي ام او او غيره.
فقال ان هو بيحاول ان هو ينشر الكلام ده الكومبتنسي والكابابيلتي within الاورجنايزيشن، وبيتضمن التاسيت والاكسبليسيت سواء الحاجه الضمنيه او الحاجه الصريحه، النولج ترانسفير نقل المعرفه نفسها. والبروجكت مانجر ايضا بيعمل على ديمونستريت ذا فاليو اوف بروجكت مانجمنت، بيعرف الناس اللي حواليه في المؤسسه ايه هي القيمه اللي احنا هناخدها لما نمارس اداره المشروعات. بيزود القبول بتاع إدارة المشروعات جوه الأورجانيزيشن، ناس تبقى فاهمة يعني إيه بروجكت مانجمنت وحابين إن هم يطبقوا الكلام ده بسبب إن مدير المشروع أقنعهم بالفكر بتاع إدارة المشروعات. Advance the efficiency of the PMO، بيعلي الافيشنسي بتاعة PMO. وقال البروجكت مانجر ممكن ان هو يريبورت لفانكشنال مانجر، وممكن ان هو يريبورت لPMO او بورتفوليو او بروجرام مانجر زي ما كنا بنقول، على حسب الدور ساعتها اللي موجود فيه مدير المشروع والهيراركي او الاورجانيزيشن ستراكشر اللي موجود في الاورجانيزيشن نفسها عامل ازاي، الليفلز ايه، في بي ام او ولا مفيش، او ممكن يكون في اكتر من بي ام او لكل بزنس يونت مثلا. على حسب الشكل عامل ازاي هتكون الادوار بتاعه مدير المشروع، ممكن هو على حسب ريبورت لمين. وقال ان البروجكت مانجر بيعمل بشكل عن قرب يعني مع ريليفنت مانجرز تو اتشيف بروجكت اوبجكتيفز، وده يعتبر الهدف الاسمى دايما من اداره المشروع، ان المشروع له اهداف وانا عايز احقق الاهداف. انتقل بعد كده لسفير تانية اللي هي الاندستري اللي موجود فيه المدير المشروع والمشروع بتاعه. وهنا بيتكلم ان البروجكت مانجر stays informed about current industry trends، ايه هي الترينز الجديدة او ايه هي الحاجات الشائعة الجديدة في العلوم نفسها او في الاندستري ده في الصناعة دي، وازاي ان هي هتأثر على المشروع بتاعي. وبدأ ان هو يحط امثلة للترينز الموجودة دي الخاصة بالاندستري، زي مثلا البرودكت والتكنولوجي ديفلوبمنت، تطوير المنتج اللي انا بعمله، النيو اند تشينجينج ماركت، الاسواق مثلا الجديدة والمتغيرة، ايه هي الستاندردز اللي موجودة سواء خاصة ببروجكت مانجمنت، كواليتي، انفورميشن سيكيورتي وهكذا، تكنيكال سبورت، دعم الفني، ايكونوميك فورسز، القوة الاقتصادية اللي هي ممكن تأثر على المشروع عندي. يعني ممكن أحيانا الموضوع القوة الاقتصادية بتختلف، مثلا أن أنا بلاقي مثلا الجهة المالكة للمشروع حصل لها مثلا acquisition، حصل لها استحواذ من قبل شركة تانية، والشركة التانية دي مش حابة الاتجاه ده من البيزنس، فممكن انها تقفل المشروع اساسا، ويبدأ الايكونوميك فورسز ان هي تأثر على المشروع بان هو يتقفل نتيجة ان القوة الاقتصادية ماشية في اتجاه تاني. والبروسيس امبروفمنت اند سستينابيلتي استراتيجيز، كل دي ممكن تبقى ترندز موجودة في الاندستري اللي موجود فيه مدير المشروع. وبدأ يتكلم بعد كده على البروفيشنال ديسيبلين او التخصص الاحترافي، وقال ان كونتينينج نوليدج ترانسفير، باستمرار ان مدير المشروع بيحاول ان هو ينقل النوليدج اللي موجوده عنده وان ذا بروجكت مانجمنت اند ان اذر اريا، سواء في اداره المشاريع او في المجالات التانية. النوليدج ترانسفير بدا انه يدي امثله على النوليدج ترانسفير، وقال كونتريبيوشن اوف نوليدج تو اذرز within the profession سواء local أو national، بأن هو يشارك مثلا local في مؤتمرات محلية أو مؤتمرات عالمية عشان أن هو ينقل المعلومة، سواء كان بأنه هينقلها أو هياخد المعلومة للتبادل عموما. participation في التريننج، لو في الشركة بيعملوا تريننج معين للناس، لو في الorganization نفسها بيبدأ أن هو يشارك في التريننج عشان ينقل خبراته، سواء خبراته العلمية أو خبراته العملية، لينقلها للناس اللي موجودة في الorganization. وcontinuing education and development، وقال ان ده ممكن يكون في البروجكت مانجمنت بروفيشن زي اليونيفرسيتيز البي ام اي، والريليتد بروفيشن اللي هي الحاجه القريبه من اداره المشروعات، هو البروفيشن اللي بيقصد بيه اداره المشروعات اللي هو الديسيبلين اللي بيتكلم عنه يعني، وريليتد يعني حاجه ممكن تكون متعلقه بيه، او في الاذر بروفيشنز يعني التخصصات الاخرى المختلفه، وجاب امثله زي الاي تي، انفورميشن تكنولوجي او الايروسبيس.
وفي النهاية الدائرة الأخيرة بدأ إنه يقول across disciplines، يعني عبر الديسيبلينز المختلفة. أنا دلوقتي شغال في ديسيبلين خاص بالمشاريع والناس فاهمة إدارة مشروعات وكلام من ده، بس في ديسيبلينز تانية مش عارفة عن إدارة المشاريع، فلي إن أنا كمان معرفهاش. Educate other professionals regarding the value of a project management، قيمة إدارة المشاريع. وزي مثلا التايم لاينز والكواليتي والانوفيشن ريسورس مانجمنت، كل التولز بقى اللي هنتعلمها في الكتاب، ليه بعد كده ما نقلهاش كمان اكروس ديسيبلينز، عبر الديسيبلينز او التخصصات المختلفه للناس اللي مش شغاله في مشاريع، باعتبار ان هو ممكن ان هم هيستفيدوا منها في بعض العناصر مثلا في الديبارتمنت بتاعهم. وكده يبقى انتهى في الكلام على السفيرز الخاصة بتأثير أو الانفلونس بتاع مدير المشروع.